تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إسماعيل ياسين الذي رحل عن عالمنا في عام 1972. قدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال الخالدة التي جعلته أيقونة للكوميديا. إسماعيل ياسين أيقونة فنية مصرية نجح بخفة دمه وبموهبته الاستثنائية في أن يسكن القلوب ويرسم البهجة على الوجوه حتى أصبح رمزا للكوميديا. ولد إسماعيل ياسين في 15 من سبتمبر من عام 1912 في مدينة السويس، وعاش فترة طفولة صعبة حيث ترك المدرسة عقب وفاة والدته، وبعدها بفترة تعرض والده لظروف صعبة أجبرت إسماعيل ياسين على العمل في بعض المهن لكي يعول نفسه. وعندما بلغ 18 سافر إلى القاهرة في بداية الثلاثينيات سعيا وراء حلمه بأن يصبح مطربا. مضطر احرك فوقي واجنب اي طريقه، دقي دقي يا مزيكا. القاهرة كانت بوابته للنجومية حيث التحق بفرق فنية شهيرة وقتها، إلا أن جميع هذه الفرق رفضت عمله كمطرب واختاروا أن يكون مونولوجيست، وذاع صيته كمونولوجيست إلى أن اختاره فؤاد الجزائري لدور صغير في فيلم خلف الحبايب في عام 1939، وهو أول ظهور سينمائي له. أنا هتجنن يا أخوات حوشو ميمي. عمل بالسينما وذاع صيته وأصبح أحد أبرز نجومها، وكان ثاني اثنين في تاريخها أنتجت لهما أفلام بأسمائهما بعد ليلى مراد، ومن هذه الأفلام إسماعيل ياسين في متحف الشمع وإسماعيل ياسين في الجيش. أسهم في كتابة تاريخ المسرح الكوميدي المصري وكون فرقة تحمل اسمه، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدار 12 عاما من عام 1954 حتى عام 1966. ظروف صعبة وحياة قاسية عاشها النجم الراحل، والتي ساعدت في تشكيل شخصية أحد أهم الفنانين الكوميديين في تاريخ الفن المصري، وفي مثل هذا اليوم 24 من مايو من عام 1972 رحل صانع البهجة إسماعيل ياسين عن عالمنا عن عمر ناهز 59 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية حادة. لا حول الله، أنا حبيبتي هشتري لك فلوس.